نتطلع إلى سلام مع دولة مجاورة لنا اسمها إسرائيل. نشعر بالقضية العربية في قلوبنا وكأنها قضيتنا، إنها فلسطين القضية النبيلة للشعوب العربية. الخلاف مع إسرائيل نبحث عن حله، يعني هل وعارفين حدوده. هل تقول حتى ننهي هذه النقطة بأنه نعم. فعلا خطر إيران أشد من خطر إسرائيل على دول الخليج؟ شوف يا أخي، احنا نتطلع إلى العلاقة الطيبة مع الاثنين، لكن اليوم في هذا الظرف في هذا الوقت وفي الأمور اللي قاعدين نواجهها، فالضرر اللي واقف لنا في المقدمة أمام وجوهنا هو خطر إيران. Y llamo en segundo lugar a los pueblos y a los líderes árabes. ¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos? يجب أن نقف الآن الدول العربية القادرة والواقف ومنها الرئيسية الأربع. نعم. اليوم الموقف من قطر هو دفاع عن كل الأمة العربية ألا تستهدف وتسقط. Aprovecho para condenar de nuevo. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva!